سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم من جديد في قناه وصفات فاطمه زهره. كنرحب بكم وكنرحب بالبنات جداد اللي ضافوا القناه. كنقول لكم شكرا شكرا بزاف للثقه ديالكم في المحتوى ديالها، فمرحبا والف مرحبا. كما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم غادي يكون نقدر نقول انه ميني روتين اكثر ما انه وصفه. الرغيف تبارك الله، يعني كلكم كتعرفوا ديروا الرغيف، غير غنشارك معكم يعني طريقه التخزين وهذا الروتين اللي كندير. كما كتشوفوا بالنسبه للمقادير غنحتاج الكيلو 4 ديال الطحين او الفورص، يمكن لكم تزيدوا يعني سميده او القمح او اللي اختاريتو، كيبقى داكشي على حساب الذوق. بالنسبه لي انا كنكتفي غير بالطحين، كنزيد عليهم جوج معالق كبار ديال سكر سنيده وجوج معالق صغار ديال الملحه وراس معلقه صغيره ديال خميره الخبز باش كيجي هكا خفيف. كانوا هادو هما المقادير. دابا غنمر باش نعجنهم. وكما قلت لكم البنات، بالنسبه لهذا الروتين كنديرو مره في كل 10 ايام، كنخصص واحد الصباح باش كندير الرغايف. يعني تقريبا بالنسبه لي انا كندير تقريبا ما بين 17 حتى 20، فكنكتفي بهذا القدر انا وعائلتي. بالنسبه لكم نتوما يعني تقدروا ديروا العدد اللي يكفيكم بالنسبه لعشر ايام. بالنسبه للبنات اللي بغيتوا تخزنوهم، من الاحسن ما يفوتوش 10 ايام في الفريغو. فصافي، يعني كما قلت لكم كنخصص واحد النهار ضروري البنات، وانتوما كديروا الرغايف كما كتعرفوا يعني فيهم الوقت تهضروا يعني مع صحاباتكم في التليفون، ولا تفرجوا في شي حاجه كتعجبكم، ولا تسمعوا شي حاجه كتعجبكم كما غتشوفوني انا في هذا الفيديو. وبقاو معايا مع الروتين. وهنا البنات كما كتشوفوا انا يعني كندير الشغل ديالي، كندير الرغايف وفي نفس الوقت كنتفرج في الفيديوهات ديالي، كنتفرج حتى في فيديوهات اخرين، ولكن نظر يعني الحقوق الطبع ديال الفيديوهات اخرين ما نقدرش نديرهم. فانتم ملي تكونوا ديروا الرغايف ضروري يعني تشغلوا بشي حاجه باش ما تجيش عليكم، ما تحسوش بالتعب ديال الرغايف. وصافي، ولا تهضروا مع صاحبتكم ولا العائله ديالكم، المهم باش لا بالنسبه للرغايف ولا بالنسبه لاي حاجه، يعني اي شغل ديال الدار من الاحسن يعني ديروه وانتم كتسمعوا شي حاجه كتعجبكم ولا كتفرجوا شي حاجه كتعجبكم، هكا كيكون الحماس كثر وما كتحسوش بتماره. وصافي، وهانتوما معايا. صافي، وبالنسبه باش غنورق الرغايف عندي هنايا الزبده كما كتشوفوا، انا ندخل الميكرو اوند غير شويه الضوء، وعندي هنايا السميده فين ولا القمح كنحطهم، هذه غندخلو شويه غنزيد عليه الزيت. البنات كما كتشوفوا هيا ذوبت شويه، غنزيد عليها دابا الزيت. صافي، دابا غنولي نورق. هل
البنات انا دابا صافي درت المقله باش تسخن باش نبدا نطيب. اون فوا كندير ثلاثه كما كتشوفوا كنبدا نطيب باش ما تعطلش. وصافي دابا غنوريكم يعني وحده كيفاش كندير ليها بالتدقيق. كنحاول نطلقها مزيان يعني قد ما طلقتك قد ما كتجي مورقة. وصافي دابا كما كتشوفوا غندير لها الزبدة هكا دهنو. اهم حاجه البنات هو هاد الفينو ملي كنرشو ما كنبقاوش عاوتاني نطلقوه صافي غير كنرشو وكنطويو نفس الشيء. ما كنقرصوه صافي كنطويوه وصافي. ودابا كما قلت لكم عند نطلق البنات سمحولي على الصداع اللي كدير المقله. صراحه ماشي من المقله من البوطه واقيلا عندي فيها شي ديفو. المهم سمحولي بزاف على هذا الصداع ولكن المقله ما نقدرش نستغنى عليها عندي قديمه وعندي عزيزه.
كما كتشوفوا ها الرغايف يعني واجدين، غيديو لي تقريبا 10 ايام. وبالنسبه لطريقه التخزين، يعني كندير هذا البلاستيك الغذائي لتحت وكندير عليه ورق غذائي من الفوق، وكنخلي الرغايف هكاك مسرحين، ما كنطويهمش، باش هكا كتسهل عليا. يعني ملي كنجبدهم كنجبدها وهي واقفه، كتسهل عليا باش نسخنها ديريكت. البنات كما قلت لكم، المهم كنغطيها عاوتاني بورق غذائي وكنلفها مزيان يعني كندورها بهذا البلاستيك الغذائي على جوج جوايه، جوج مرات الطريقه الاولى وهذه الطريقه الثانيه. كما كتشوفوا يعني كتجي ساهل، حسن ما كديريها في كل واحده يعني بلاستيك، فهاد الطريقه يعني اقتصاديه. يعني هذه درت لكم البنات بالنسبه للتخزين. يعني ملي كديريها في المجمد كتهزي يعني واحد، يعني كتقطعيها هكا من الوسط وغير كتجبدي، يعني كتجي ساهله، كتجبدي بالوحده بالوحده، يعني ما كيتلصقوش نهائيا، يعني ما كيتلاصقوش مع بعضياتهم، غير كتجبدي وحده وصافي. يعني يقدر اللي بغيتي كيجي بهذه الطريقه، يعني ساهله، اسهل طريقه يعني اللي جربتها واللي لقيتها انها عمليه واللي عجبتني بزاف هي هذه الطريقه، وانا متبعاها دابا من دائما. وإلا ما كانش عندكم هذا الورق الغذائي تقدروا تعوضوه بثوب يعني يكون بيض نقي وصافي. كانت هذه هي طريقه التخزين. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساوش البنات تخليوا لي تعليق على الانواع ديال الفيديوهات اللي يعجبكم، وعلى الوصفات اللي تبغوني نديرها لكم في القناه. كنعاود وكنشكركم بزاف البنات على الثقه ديالكم فيا. كنقول لكم شكرا، شكرا لكم بزاف، وكنضرب لكم موعد في فيديو اخر ومع وصفه اخرى. السلام عليكم.